الاهلي يتعادل مع النجم في بدايه مشواره العربي في مباراه ليه صعبه في لبنان طالما كان ممكن نسهلها هنا في مصر، لكن هي دي حاله كره القدم. مع نجومنا نجوم ملعب الاهلي كابتن ربيع ياسين، كابتن اسامه عربي، كابتن طارق العشري. كابتن ربيع، انتهى اللقاء بالتعادل، ليه الاهلي تعادل؟ التعادل النهارده انا من وجهه نظري الاهلي عمل كل حاجه في الكوره، كان اكثر استحواذا، كان بشكل كبير جدا مع الفرقه، يعني على فترات كبيره فرقه فريق النجم وصل يعني بيدافعوا طول الوقت، هجوم ضد دفاع طول الوقت، مفيش توفيق. لكن برضو خلينا واقعيين، انا متهيألي يعني راس حربه الهداف لما بيسجل يا كابتن بدري بنرتاح وتلاقي مساحات وتلاقي الدنيا الشوط الاول كتير قوي. لا في الدقيقه 15 فرصه لمروان محسن جاب الدماغ ما تتعوضش، يعني كان دي تسهل الامور وتلاقي مساحات وممكن تجيب الثاني والثالث والرابع. ده مهم جدا، يعني انا من وجهه نظري الاهلي عمل كل حاجه في الكوره، هو الاحسن، هو الافضل، هو الاخطر، هو اللي هاجم اطراف، هو اللي هاجم من العمق، هو اللي وصل كتير جدا حتى في الثوابت، حتى في الكورنر، كل حاجه كانت للنادي الاهلي. الشوط الاول اخطر بكتير، انتاجه الفني الهجومي كان قريب جدا انه يسجل. الشوط الثاني استحواذ وسيطر وراح ووصل، بس الخطوره يا كابتن سيد مش موجود. انا من وجهه نظري برضو التاخير في نزول صلاح محسن برضو اتاخر كتير جدا، كان لازم يبقى بدري، كان ممكن خد بالك مروان بجانب صلاح محسن، لكن الشكل العام الفني الاهلي احسن، على الرغم من بعد مؤمن زكريا على مستوى، بعد احمد حمدي على مستوى، دي حقيقه، بعد وليد سليمان، مروان برضو يعني مش فايقين، مش وليد اللي نعرفه، وليد اللي خد بالك، انما الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، عمل اللي عليه، حاول، كان ممكن يسجل على الاقل، على الاقل كان ممكن نخرج بهدف، بس انا متهيألي عمل التوفيق كان بعيد جدا عنه. كابتن اسامه عربي، رغم الكوره فيها متغيرات كتير وفيها احداث كتير وفيها حاجات كتير قوي، لكن برضه فيها ثوابت. طالما جبت بدري في مباراه بتبقى فيها التكتل الدفاعي اللي احنا اشرنا ليه في الاول بتتسهل عليك جدا، في مباراه ممكن تنتهي اكتر من 3 او 4-0 بتنتهي تعادل 0-0، فرص بالجمله في الشوط الاول. كابتن اسامه مظبوط، احنا يمكن لما اتكلمنا قبل المباراه في الاستوديو قلنا ضغط شديد من النادي الاهلي مع استغلال الفرص، يعني احنا ركزنا قوي على استغلال الفرص. المشكله اللي حصلت في اللقاء ان النادي الاهلي فعلا ابتدى ضاغط جامد وجات له اكتر من كره ركنيه، ضربه ركنيه، فرص كتيره، يمكن كابتن ربيع قال على فرصه مروان تيجي بعد كده، طبعا دي تعتبر عدم توفيق، اللي هو الفاول اللي عمله وليد وضربت في العارضه، دي عدم توفيق لان حطها كويس قوي، لكن في فرصه بعديها اشرف لعبها بالعرض واتحطت في ايد حارس المرمى اللي هو بعتبره نجم اللقاء. مظبوط، صح. ففرص كتيره ضيعناها الشوط الاولاني، وزي ما توقعنا برضو ان النجم اللبناني هيلعب متاخر في ثلث ملعبه وهيحاول يعمل هجمه مرتده، ومع ذلك هو واضح انه النواحي البدنيه عنده لسه، لكن تقريبا شريف اكرام لم يخطبها، فكانت كل مشكلتنا خالص. الدقيقه 39 مش فاول او 40 مش شفناش شريف اكرام. مظبوط، هو بس في بدايه الشوط الثاني في كوره كده اتعملت اتشاطت صدها شريف، فعدم استغلال الفرص دخلك في الشوط الثاني في حته بقى توتر وصربعه، يعني مش سرعه، كان في بقى صربعه، استعجال كبير جدا، محمد هاني في الاستعجال في الاوفر، ايمن اشرف استعجال في الاوفر في الكرات العرضيه، مروان محسن استعجال في ضربات الراس او انه ينهي الهجمه فيها استعجال، تسديد في وضع غير مناسب من الناس اللي بره ال 18، فدخلت في توتر وعصبيه، وهم ماشيين بنفس المنوال، هم بالنسبه لهم انجاز انه في بدايه موسم ويبقى متعادل مع النادي الاهلي في ملعبه، لو انت عملت ايه مش هيطلع الغله ما يجي فيه جول. فانت دخلت في الشوط الثاني في صربعه، والفرص ما بقتش خطيره زي الشوط الاولاني، يعني الفرص الشوط الاولاني كانت اخطر، الشوط الثاني انت جوه ال 18 بس كلها كرات عرضيه من الاجناب في متناول يا اما حارس المرمى يا اما المدافعين بتوع فرقه النجمه اللبناني. ف يعني بقول هارد لك، احنا فعلا كان المفروض نكسب، ولكن ما فيش حد قدر يستغل الفرص بهدوء، مع انا بتفق مع كابتن ربيع انه صلاح محسن نزل متاخر او نزل ناقص 6-7 دقايق، كان ياخد وقت طويل، خاصه فرقه لبنان النجمه لبنان ما كانتش بتهاجم خلاص. فيمكن دي برضو فيها تاخير شويه في التاخير. طيب كابتن طارق يحيى، كابتن طارق يحيى مش عارف ليه ماشي مع كابتن طارق بعض الاوقات. كابتن طارق العشري، يعني حضرتك اشرت في مباراه الاسماعيلي لو تتذكر، قلت لي توقيت الاهداف بيبقى مهم جدا. طبعا اللي حصل في مباراه الاسماعيلي مكرر شويه في الشوط الاول في اللي حصل في مباراه النجمه اللبناني،
يمكن كان مختلف في مباراه المصري الدقيقه 18 ولا الدقيقه 19. توقيت الهدف لو بدري شويه في الدقيقه 15 زي ما اشار كابتن ربيع ياسين كانت الامور اختلفت خالص. السيناريو اختلف تماما. يعني كم كبير جدا من الفرص اتيحت خاصه في الشوط الاولاني ولكن كلها اهدرت. وكان بين فريقين، فريق جاي الهدف وحيد وفريق النجمه، يعني هو عارف طبعا قيمه فريقين النادي الاهلي وهو بيلعبه وسط جمهوره، عنده هدف ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه او باقل الخسائر. يعني كل الفرص اللي اتيحت عن طريق مروان وعن طريق فتحي وعن طريق وليد وحتى نجيب مضيع، حتى محسن مضيع، لكن كلها الفرص يعني اهدرت بشكل كبير جدا جدا. وفي مثل هذه المباريات يعني كل ما بتمط الوقت، زي ما قلت لك عامل الوقت مهم جدا، اشرت لكده طبعا صح، عامل مهم جدا جدا، كل ما تمط الوقت يعني بيبقى في صالح الفريق النجمه، كل ما بيدي لهم ثقه. وزي ما قال اسامه ان بيحصل فيه نوع من التسرع في الفرص اللي بتحلك وفي الاخر بتؤدي الى اهدار. النهارده النادي الاهلي فرط في فوز مستحق لان هو الافضل هو الاحسن على كل يعني الاصعده، الصعيد البدني الصعيد الفني، ولكن يبقى لهم التركيز مهم جدا. يعني باكد على النقطه دي، التركيز في تكثيف الهجمات والتركيز في انهاء الهجمات. واحنا وصلنا لكن ما كانش في تركيز في احراز الهدف. قيمه الهدف مهمه جدا جدا، متفق مع اسامه ومع كابتن ربيع في التغيير كان متاخر بتاع صلاح، لابد ان الكلام دي الاراده دي تبقى من بدري، خاصه انا شفت الفرقه اللي قدامي فرقه متكتله عاوزه تفتح. انت ممكن سالت لي سؤال ان دور الخط الامامي وسط الملعب والاجناب بالذات النادي الاهلي بيتميز بيها في انك ازاي تفك رموز هذه التكتلات الدفاعيه حقيقي. ولازم يبقى عندك تنويع، ولما بتشوف فرقه خلاص انت كمان ما تنساش، لازم تبقى داخل انت قاري الفرقه دي، فرقه لسه دوري ما بداش، يعني المجهود البدني بتاعها هيجي في وقت من الاوقات، خاصه 20 دقيقه الاخيره يعني هتجهد بشكل. والاهلي فعلا اجهد هذه الفرقه بتنويع الهجمات، تكثيف الهجمات، سواء على الاستحواذ سواء بالضغط. اي نعم ضيعوا، لكن الكره دايما كان في استحواذ النادي الاهلي، فلابد كان على الاقل ال 25 دقيقه يبقى فيها تكثيف للهجمات، خاصه على صعيد الاثنين الاسترايكر المتواجدين داخل منطقه 18. يمكن خلي بالك احنا في ماتش الاسماعيلي لما الـ الاهلي لعب اثنين سترايكر وصل لنقطه التعادل او هدف التعادل، حتى لو كان فيها الوقت بدل الضايع. فالنهارده كان لابد يحصل تغيير تكتيكي على صعيد نص الملعب، لان الفرقه كلها متكتله، مفيش اي خطوره. يعني النهارده يعني شريف واحد اساسا، ايوه شريف عشان بتروح الكره من النادر، يعني انا قصدي ايه، مفيش خوف حتى من الهجمات المرتده، هم راكنين لكرات الدفاع للدفاع البحث، حتى لما كانوا بيستحوذوا على الكره ما كانوش بيستحوذوا بهجمه عشان يعمل لك هجمه تقدر تقلك، كان عباره عن تطفيش للكره بمجرد ان هو يبعدها عن منطقه ال 18. فلابد كان التغيير ده يبدا من بدري كتير جدا. انا كنت شايف كمان من الشوط الثاني، مع بدايه الشوط الثاني، عشان اكثف هجماتي. انا بقى اللي اتفق معاك فيه على اساس ان انا اعمل ضغط هجومي اكتر وانوع، يبقى عندي تنويع في الكرات. انا برضو عندي كومنت برضو على ارسال الكرات. اي نعم كانت كتير عرضيه ولكن ما كانتش موجهه، ما فيش كثافه عدديه موجهه ليها للكرات. دي بتبقى كلها كرات عرضيه لكن ما فيهاش الدقه اللي انا بلعبها اللاعب سترايكر داخل منطقه الجزاء عشان اقدر احرز منها الهدف. الكره الثانيه كانوا مستحوذ عليها النادي الاهلي في التسديد، حتى الفاولات يعني برضو وقفت في حائل امام النادي الاهلي، واحده بتاعت وليد كان ممكن الكره الثابته تفك يعني رموز الحاجات ديت. فالنهارده الاهلي زي ما قلت لك فرط في فوز مستحق، ويمكن زي ما قلت لك بلاش نصعب الامور قبل ما نروح هناك حقيقي. لان الفرقه ديت هتلعب دوري وبعدين هتبتدي تستعد هتخش، وكمان الفرق امام النادي الاهلي بتزداد يعني مستواها، اذا كان مثلا 60% بيجي امام الاهلي بيبقى 100%، الكل بيبقى مستعد خاصه نظر طبعا لاهميه النادي الاهلي. لكن يعني باد لك النهارده للنادي الاهلي، وهم لما خدوا الهدف اللي هم عاوزينه التعادل، وده اعتقد نتيجه لزمال اسامه، هم يعني النهارده في يعني بهجه كبيره جدا في فريق النجم عشان ياخد نقطه من النادي الاهلي. طيب كابتن ربيع، كابتن طارق اشار ان هنا هو خد اللي هو عايزه، لكن هناك هو مطالب باحراز اهداف، فالوضع اللي هو شافه هنا او كان عامله هنا مش هيعمله هناك اكيد، وده في صالح النادي الاهلي اكيد طبعا. خبرات النادي الاهلي وقدرات النادي بفضل الله تعالى قادر في الداخل او الخارج، مفيش مشكله لاي حاجه. النادي الاهلي طبعا متعود على المواقف، وكان في موقف اصعب في النهائيات، في النهائي افريقيا ونهائي ونهائي مفيش مشاكل خالص. خبرات النادي الاهلي دول بس اللي كان لازم النهارده يفطن بيه مستر كابتن، ان هو
الدفاع المتكتل ان انا اغيره ازاي واوصل للجول ازاي واروح ازاي. انت كان عندك ميزات كتيره جدا انك بتلعب على نسبه استحواذ، بتلعب على تمرير، بتلعب على تحرك، بتلعب على انهاء هجمه، ده النادي الاهلي، وبتروح وبتوصل. النهارده متوسط وصولك للمرمى من المرمى من 20 ل 22 مره يا كابتن سيد. كان النادي الاهلي بيستغل كل ده وبيوصل كتير وبيسجل، ده ميزه النادي انه بيوصل كتير وبيسجل. النهارده وصل كتير جدا، لكن هو شويه متغيرات. انا من وجهه نظري انا عامل التوفيق ده مهم جدا، التركيز في ال 18 والتنسيق والتنظيم والمسافات اللي كانت موجوده في الانتشار داخل ال 18 كان ممكن فعاليته افضل واحسن من كده. بره طبعا يا كابتن سيد هيفتحوا خطوط، النهارده كان عندك مساحات وكان ممكن تجر اللعيبه دي لوسط الملعب، يعني هم متكتلين في ال 18، كان لازم تطوير اللعبه من وسط الملعب، بلاقيهم في وسط الملعب عشان افتح واروح والاقي مواجهات ثنائيه. برده عندك الاختراق الفردي اللي دايما كان معتمد عليه لعيب النادي، كان الحلول الفرديه بتحل لك في اي وقت، الامور صعبه، الامور صعبه جماعيه، لكن في وقت كنت بتلاقي حلول فرديه بواحد ضد واحد، مش تصوير من خارج بكورنر بضربه راس، ما كانش موجود. لكن تختلف يا كابتن طارق، كابتن اسامه بره، هيفتحوا الجيم، هيهاجموا مش هيدافعوا على طول. انت بقى النادي الاهلي لما بيلاقي مساحات، خد بالك لما بيلاقي فراغات كتيره جدا، الاهلي افوى، الاهلي احسن، بيبقى عنده دايما جرأه بامر الله تعالى. الامور هتبقى احسن بره يا كابتن سيد مع عوده ان شاء الله بعض من النجوم الكبار اللي موجودين، ده هيفرق جامد جدا. وزي ما حضرتك عارف ان الاهلي متعود على يعني مواقف احرج من دي وكانت اصعب، وراح اداها هدوء. فان شاء الله الامور الفنيه بتختلف، لان الفريق هيفتح طبعا وهيلعب بطريقه مختلفه عن هنا. طيب كابتن اسامه، امتى يحصل المجازفه؟ امتى تكون المجازفه؟ امتى يكون في حاجه مش نمطيه؟ يعني تغييره متشقلبه في الملعب، تغييره اماكن كتير في الملعب بدافع اللي انت عايزه يعني، او عايز شيء معين يعني. ممكن يبقى في حالتين، النتيجه انت متاخر، او فرقه متكتله جدا 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 جدا. اشرح لنا لو في مزيد. يعني النهارده لازم كان يبقى في مجازفه. ليه النهارده؟ لانه انت بتلعب، قلنا النجم اللبناني هو اقل منك خبره، اقل منك لعيبه دوليين، اقل منك احتكاك، فالمجازفه اتاخرت شويه، اتاخرت خاصه انك انت حتى لا قدر الله حصل حاجه غير كده، يعني اصعب حتى من التعادل 0-0، انت عندك مباراه عوده تقدر تكسبها، انت النادي الاهلي واتحطيت في المواقف دي كتير جدا، وقدرنا نكسب يعني انديه اعرق بكتير واكثر خبره من النجم اللبناني خارج ملعبنا يعني. فالمجازفه النهارده اتاخرت شويه، انك انت لعبت بنفس الشكل مروان محسن محطوط جوه ال 18، بتشتغل بالكرات العرضيه فقط من عن طريق هاني وايمن، او لما اي حد بيطلع من على الجنب زي وليد او ميدو جابر لما نزل، او حمودي، كانت كل التركيز على دي، فكان محتاج واحد عنده سرعات اكتر، واحد عنده اختراق ممكن يخترق بحلول فرديه، لانك انت اعتمدت على دي بس، يعني انت اعتمدت بس على الكرات العرضيه لمروان محسن اللي هو عليه اثنين، وكمان نزله في اخر 10 او 7 8 دقايق نزله حسن بيطار ده مساك ثالث، فلعبوا ثلاثه في العمق، وانت برضه مصمم على دي مع الاستعجال، فانت ما قدرتش. لكن المجازفه كانت تبقى بدري شويه، كان مروان محسن، كان صلاح محسن ممكن جدا مثلا ياخد 25 دقيقة. صلاح محسن سريع، صلاح محسن يعتبر راس حربة، سواء هو في العمق جنب مروان، او لعبت ب 4 4 2 مثلا، او 4 1 واثنين في واحد بس مدافع قدام الاثنين قلبي الدفاع واثنين راس حربة ممكن، او هو حتى لو جه من الجنب يعني كان ممكن هو يبقى قبل حمودي او قبل ميدو جابر، حتى لو خد جنب من اجناب هو بيكمل كراس حربة كويس. فالمساندة لمروان كانت قليلة ومتأخرة، يعني انا ما حسيت ان مستر كانترون شوية ما جازفش بدري، يعني نفس النمط حمودي مؤمن طلع ونزل لميدو على طرف، وحمودي نزل مكان احمد حمدي وراح هو ناحية الطرف اليمين حمودي، وميدو جابر بقى ناحية الشمال. لكن كان محتاجين حد بدري شوية زي صلاح محسن، ممكن بسرعته نقدر نستغلها يعني في جوه ال 18 مع مروان محسن يعني. اوكي، يبقى
الكل اتفق ان تغيير صلاح محسن اتاخرت شويه رغم ان هو عملها كده في مباراه المصري برضو لو تتذكروا في اخر 5-6 دقائق يعني كده، بس كنا كسبانين كنا كسبانين يعني مباراه المصري كنا كسبانين، لكن النهارده انت كنت متعادل ومحتاج حد قريب من الجون شويه يعني انت طلعت مؤمن اقرب واحد للجون بعد يعني في لعيبه وسط الملعب اقرب واحد للجون كان مؤمن، ما كانش موفق النهارده طبعا وكان لازم يتغير وفعلا هو غيره، فكنت محتاج حد قريب للجون مع مروان خلاص مش موفق في كور معينه متكتلين عليه، فكان لازم حد من بدري يساعده جوه ال 18 يعني. وكان واضح الاستغلال الاجنبي يعني في النادي الاهلي بيستغلها بشكل كبير جدا جدا، فعشان اكثف واستخدم الاجناب بوجود هاني بوجود أيمن أشرف مع ميدو لما نزل مع حمودي، فالكل كان خلاص بيعمل الكرات العرضية اللي محتاجة ناس بتعرف تتعامل في ألعاب الهوا جوه ال 18 سواء السكند بول الناس اللي متواجدة بعد ال 18 على الكرة الثانية في الشوتينج أو المتابعة أو الكرات اللي أنا هاخدها دي، طالما أنا كثفت كده يبقى لازم يكون عندي كثافة عددية جوه ال 18 في أكثر من عنصر بيتعامل بألعاب الهوا خاصة. التألق لحراسة المرمى برضو النهاردة للنادي النجمة يعني صراحة يعني زاد كتير جدا جدا عن مرمى عباس حسن عباس حسن دفاعات برضو يعني في حدود المتاح، انا شايف ان النهاردة هم سهلوا على دفاعات النادي الاهلي دفاعات النادي النجمة خاصة في الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي واللي اهدرت بشكل يعني كبير جدا جدا، لكن التطوير كان لازم يتم من بدري على اساس انك تصل للهدف بتاعك بدري ما تستناش للدقائق الاخيره وبعدين تبتدي تتسرع زي ما حصل كده، وفي الاخر بعد التسرع نتيجه التسرع الاهداف بتروح، كان لازم يحصل التطوير ده بشكل كبير جدا جدا من بدري على اساس انك تستغل خطا من الاخطاء. كرات الثابته برضو انا شايف النهارده استغلالها مش جيد، الاستثناء بتاعت وليد يعني استعملت حلو وليد اللي هي اتعملت، لكن استغلالها في استخدام الاطوال بتاعت النادي الاهلي كان في وقت من الاوقات كان مميز جدا جدا في كره الثابته، كان ساعات كتير جدا بتحل مشاكل ومطلوبه في التوقيتات دي الفرق المتكتله ما نفكهاش ضربه ركنيه فاول حوالين 18 مهاره فرديه تكتسب فاولات كتيره جدا، فانا شايف ان النهارده الاهلي رغم ان هو ضيع فرص كتيره جدا جدا لكن فرصته طبعا قائمه في مباراه العوده، لكن احنا كنا نتمنى ان النادي الاهلي يحسن المباراه من بدري على اساس ان هو لو حتى يعني اذا كان الهدف منها إن زمان شايف كده اعطاء الفرص لمجموعه من اللاعبين كتيره جدا خاصه لما بيلعبوش على صعيد الدوري او البطوله الافريقيه، فكان من الاولى انك تكسب في المباراه الثانيه دي تدي برضو فرص ثانيه لمجموعه كتير تبتدي تجهز، لكن انت دلوقتي صعبت الموقف فانت مضطر انك تتجاوز فريق النجمه في ملعبه فهتلعب بالتشكيل الرئيسي بتاعك اللي يستطيع انه يصنع الفارق في المباراه اللي زي دي. طيب لكل مدير فني بتبقى له اهداف يا كابتن ربيع، قد يكون هدف مثلا كارترون مثلا يعني النهارده اشوف احمد حمودي مثلا قال لك انا اطمنت على محمد شريف واطمنت على ناصر ماهر عايز اشوف احمد حمودي مثلا النهارده عنده هدف، قد يكون الهدف ده ساعده في بعض الاوقات وممكن تفكيره ما يكونش ايجابي في بعض الاوقات، لكن في النهايه عنده هدف انه يستكشف لعيبته، خلي بالك هو ما شافش معظم اللعيبه لحد دلوقتي يعني شاف مجموعه من اللعيبه من خلال المشاركات الافريقيه ودي مجبر عليه لان القائمه الافريقيه فرض عليه اسماء بعينها، ومن خلال الدوري لعب مباراتين صعبين قوي الاسماعيلي ثم المصري فقال لك دي فرصه ان انا اشوف بعض الاسماء. ايوه دي حقيقه النهارده وانا بقول التازر حمودي ما كانش كويس، هو لعيب كويس لعيب جيد عنده ميزات كويسه في الثلث الامامي كان مميز بيها وبيعمل فعاليه وبيعمل ايجابيه على المرمى، حمودي انا مش شايف من اللعيبه الكويسه المفروض يبقى موجود، وكان موجود الموسم اللي فات ولعب بكثره كبيره جدا ولعب عدد كبير من الماتشات واجاد فعلا، فحمودي مكسب النهارده على الرغم ان هو نزل وقت قصير لكن على الاقل اتحرك زحزح عمل كرات بالعرض كتير جدا، والنهارده كرات بالعرض من اكثر الماتشات اللي فيها كرات بالعرض يمين وشمال خاصه محمد هاني، فدي حقيقه برضو زي ما قلت كابتن سيد هو الراجل بيحاول يشوف بيستكشف مهمته برضه مش سهله بيشوف عنده ماتش من الجمعه في لعيبه في ماتش النهارده بس اسف ان انا بقطعك بس تاكيدا لكلام حضرتك مثلا النهارده اول مره اشوف احمد حمدي هو أيوة. من خلال المشاركات الرسميه اقصد اول مره اشوف محمد نجيب مظبوط ما شافش محمد مزبوط. نجيب طبعا محمد نجيب اسم كبير طبعا ومعروف وكل حاجه شريف اكرامي مزبوط. تمام كل دول اسماء كبيره ومعروفه لكن هو
نفسه كمدير فني اول مره يبص عليهم في الملعب في مباراه رسميه. مظبوط الحقيقه. ومروان ما بداش مع الماتش وبدا النهارده مروان معاه بيستكشف هو الراجل طبعا. وصلاح محسن برضه اعتقد ان برضه من فتره كبيره جدا بيشوفه في مباراه الماتش فات بس يعني يعني قصدي اقول ان ومع ذلك انت جت كويس وشكلك كويس ورحت ووصلت. هو هدف مبكر كان حل كل ده. واعتقد ان الاهلي النهارده هيستحق المكسب. النادي الاهلي النهارده شكله الفني ان في جوانب بدنيه بفضل الله جاهز بيها، الجوانب المهاريه موجوده على فترات، الجوانب الخطيطيه اللي بتفتقدها بس في الجماعيه، في انهاء الهجمه، طراف عمق، انهاء هجمه، انما الامور كلها في الشكل برضه. يعني كان برضه في حاجه انا متهيألي ان الست المدافعين اللي العب بمتوسط ست مدافعين من 11 لعيب عشان اهاجم فرقه يا كابتن طارق بتلعب دفاع طول الوقت، كان ممكن برضو ننزل يعني برضو التغييرات. انا من وجهه نظري كان ممكن برضو الحاله الهجوميه. طب مين يبدا يعني التغييرات؟ التغييرات من البدايه كانت ممكن مين؟ انا كان عندي حسام عاشور واحمد فتحي اثنين ديفندر، وعندي باكينا دي اربعه، وعندي اثنين مساكين عندي سته. انا ممكن اغير تغييرات كتير جدا. يعني انا عاوز اقول ان برضو مش صلاح محسن بس، وكان ممكن تعمل برضو قصدك يعني عايز تقول مثلا يعني محمد هاني كان ممكن يبقى بره مثلا يخرج وينزل محمد احمد فتحي التغيير الداخلي تغييره بس ممكن تغير فيها ثلاثه اربعه. ايمن اشرف نفسه ممكن يخش سرد باك مظبوط ثلاثه اللي بره. انا ممكن احصل لان شايف ان الفرقه يعني اخر ربع ساعه او اخر 20 دقيقه الفرق وقفت بتدافع مرتدات بتدافع مرتدات، هم هجمتين ثلاثه بس. لكن اللي يطمنك كابتن ان بفضل الله انت وصلت ورحت وضيعت وعملت شكلك الفني باللعيبه. احنا قلنا اكتر من اللعيب بعيد شويه، انما الامور الفنيه والشكل الفني للنادي الاهلي النهارده هلا يوصل ووصل وهناك هيجيب جوال. لا لا ان شاء الله الرحمن هناك هيجيب جوال. احنا بنتكلم من حيث المبدا برضو كابتن اسامة عربي، بنتكلم من حيث المبدا. لكن ان شاء الله الرحمن هناك المباراه ان شاء الله ممكن تبقى اسهل من هنا. يعني المباراه هناك هتبقى اسهل من عندك مجموعه من اللعيبه هترجع لك او هتبقى موجوده عندك. هو هدفه زي ما قلت هتبقى متغيره حسابات حتى بس انت ما فيش مفر غير المكسب او لا تعادل ايجابي. ايوه يعني انا قصدي تحرز يعني الصعود للدور الثاني. فانت لابد انك هتلعب بالتشكيل اللي ازاي في المواقف اللي زي دي الصعبه خليك تتجاوز الموقف زي دي. الاهلي طبعا بخبرته في المواقف اللي اتحط في مواقف زي دي كتيره جدا خارج الملعب خاصه، واستطاع انه يتغلب لكن باللاعبين اللي هم يصنعوا الفارق. اوكي. طيب بتغيير احمد حمدي انا جالي احساس ان احنا هنلعب خلاص 4-4-2. اوكي. يعني احمد حمدي لما خرج انت كنت تلعب ب 4-2-3-1. مظبوط. احمد حمدي بمجرد خروجه دخلت وليد سليمان مكانه بميدو جابر هو اللي ناحيه الشمال وحمودي ناحيه حمودي ناحيه اليمين ووليد سليمان هو اللي في العمق. يمكن في ماتش الاسماعيلي الراجل اللي عمل حاجه ثانيه خالص. الراجل لما نزل مروان محسن جنب وليد ازارو خلاص لعب 4-4-2 صريح. ليه ما قررش الامر ده النهارده؟ وخصوصا ان وليد سليمان يمكن حته الربط في رقم 10 ديت وليد لعيب كبير جدا وعمل ماتش عظيم النهارده ماتش كويس للمجهود كبير قوي. بس حته 10 دي ليها مواصفات معينه يعني هدوء شويه في اللعب تمرير على الجناب. يعني تتفق ولا تختلف؟ لا لا اتفق معاك. وبعدين وليد كمان لعبها في الوقت اللي هو تعب فيه. أيوة. يعني وليد بادي بدايه كويسه قوي، وليد عنده خبرات كبيره جدا، ولكن تحس انه في الجزء الاخير من المباراه بعد 10 دقايق كده مش تاني ابتدى يحصل تعب نسبي في الحركه بتاعت وليد. فاحنا اتفقنا انه المكان ده كنا محتاجين حد يبقى عنده التمرير اهدى من كده، عنده ان يقدر هو بنفسه يخترق، لان زي ما قلنا انه معظم اللعب كان كرات عرضيه من محمد هاني او ايمن اشرف او اللي بيروح في المكان ده في الطرف سواء حمودي او ميدو جابر، واما التكمله مش مظبوطه. يعني احنا في اكتر من هجمه اتكلمنا فيها ايمن اشرف مثلا لعبها كويس، حمودي يخش بتوقيت بدري شويه تروح معدياه، محمد هاني يعمل كره عرضيه جامده شويه ترجع بدل ما تروح قدام المهاجمين تروح لظهر التمركز ما كانش مظبوط في دخول الاثنين اللي هو حمودي او ميدو جابر من الاطراف او اي حد بيجي من الطرف غير مروان محسن. فكنا محتاجين حد مع الحاجات العرضية دي ان حد يخترق لوحده، لانه في وقت كان بيبقى واحد على واحد ممكن واحد يعدي ويحاول هو على الجول لوحده زي ما كان وليد ممكن كان يعملها قبل كده، ناصر ماهر ممكن يعملها كان قبل كده طبعا في وجود عبد الله. فشوية كان حتة الاختراق من العمق بصورة فردية كنا محتاجينها
وزي ما انت قلت انه كان ممكن صلاح محسن يبقى من بدري شوية ويلعب كراس حربة تاني مع مروان من بدري ويكتفي باتنين اتنين بس في الوسط الملعب، واحد فيهم كصانع لعب واحد ارتكاز، لانه كل فرقة النجمة كانت متأخرة خالص، متأخرة 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 جدا، حتى طلوعهم ما كانش منظم وسنفذهم هما يعني وقعوا بدنيا يعني. وزي ما كابتن طاري بيقول احنا يمكن كلنا واحنا قاعدين هما بداية الشوط الثاني ابتدوا عكس الشوط الاولاني، يعني ابتدوا عايزين يهاجموا من قدام، بس وصل لمرحلة تعب بدري قوي لان هو مش جاهز قوي، فحتى ارتدادهم في وسط الملعب اتفتح، يعني كان بقى في ناس بتعلق اتنين تلاتة علقوا ابتدوا يقعوا، حتى في واحد من القلبي الدفاع جاله تقلص عضلي، يعني هم حتى جهدهم ابتدى يقع، يعني ابتدت العملية تهدى. فمع الكرات العرضية ما كناش عارفين نستغلها كويس، كان لازم يبقى في اختراق شوية من العمق لحاجات فردية، يعني دي ما كانتش موجودة. يبقى كابتن أسامة فتح مفتاح برضو الراجل، او فتح نقطة الراجل كان ممكن يفكر فيها، شاف ان في حمودي يعني عنده الحته الفرديه دي شويه مع التكاتلات الدفاعيه، كان ممكن يبقى اللغز او يبقى المفتاح اللي ممكن واحد يروح يعمل بنالتي، ممكن واحد طبعا مفيش شك، طبعا الحلول الفرديه مهمه جدا في مثل هذه المواقف الصعبه، يعني هي بتعمل لك حلول. ف حمودي من احد ميزاته ان هو لعيب مهاري، لكن انا شايف ان هو حتى في تغييرته مقل جدا جدا دخول جوه ال 18، يعني انا ما شفتش النهارده عشان اعمل مثلا سكاوتنج على كم شوطة كم كروسنج كم هجمة خطر هو عملها نهاية على الجول، التغييرات اللي اتعملت جوه في خلال المباراة خلصتها في خلال الشوط الثاني، يعني ميدو كم كرة كم هجمة خطر ساهم فيها، شفناه صح، حمودي كم كرة قد ايه تمام. عاوز اديك مثل ان في ماتش الاسماعيلي لما محمد شريف نزل احنا شفنا ليه لقطتين مهمين جدا، اللقطة الأولى اللي هي في بناء الهجمة اللي هو عملها بالشوتنج على مرمى عصام الحاضر وتعامل معاه، أدي أول واحدة، واللقطة الثانية اللي هو الهدف ده، الهدف من المفترض التغييرات الإيجابية اللي أنا بشوفها بكثف بيها هجومي، يعني عاوز لاعبين أكثر شراسة لتهديد واقتناس الفرص، أنصاف الفرص كمان خصوصا التوقيت ده كمان بالظبط كده، فأنا محتاج النوعية اللي زي ديت من اللاعبين. النهاردة أنا شايف إن هو أتاح فرص للاعبين يعني كتير، يعني واحد زي النهارده مؤمن مازال لسه مؤمن بيبحث عن عوده لمستواه، حتى ان النهارده احمد حمدي برضه لسه عشان بعد نظرا لبعده عن المباريات فما ظهرش بالمظهر، خاصه لعيب الشادو سترايكر ده انت بيتطلب منه واجبات مهمه جدا جدا، خاصه على صعيد تمويل الخط الامامي او التكمله في الـ في الـ في الـ في, الـ في المساحات الفاضيه ورا الاسترايكر، ما شفناش الكلام ده، ما شفناش الكلام ده كتير جدا. اي نعم نادي الاهلي ضيع فرص تهديفيه كتيره سهلة، لكن برضه مش بحجم الشراسه اللي احنا بنشوفها هي على النادي الاهلي، شراسه الفوز وانتزاع الفوز. فانا كنت متصور ان التغييرات خاصه على صعيد الدور الشوط الثاني مع الوقوع البدني نظرا للفرقه ديت لسه في بدايات موسم، فاستغل عدم الجاهزيه البدنيه بتاعتهم خاصه في الثلث ساعه الاخيره مع تكثيف الهجمات، كان ممكن النادي الاهلي يتحصل على الاقل على هدف النهارده. طيب مش كلامنا احنا بس يا كابتن ربيع اللي بيقول كان ممكن المباراه تخرج باثنين وثلاثه، يعني علي سلطان او علي حمام، يعني هو علي وخلاص في فرقه النجم اللبناني، قال بعد اللقاء في تصريح يعني في تصريح ليه، يعني قال احنا جايين وعارفين عايزين ايه من اللقاء، عايزين نعمل نتيجه ايجابيه، بنلعب قدام النادي الاهلي والنادي كبير جدا وكنا محظوظين، هو قال كده في كتير جدا جدا من الفرص. دي حقيقه، النادي الاهلي النهارده هو 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 يعني بيلعب دايما الاهلي على نسبه استحواذ كبيره جدا، النادي الاهلي مميز بحاجات كتير قوي، هو الافضل هو الاحسن هو الاكثر انتشار هو الاكثر ترابط هو الفنيات هو الاخطر هو الاقدر بفوز المباراه هو اللي وصل كتير جدا، هما يعني على فترات كبيره كان بيسجلوا الشوط الاول بالكثير اثنين ثلاث فرص منها تسويق في الشوط الثاني، هي هو ده أخطر. هي مش فرص هي محاولات بالنسبه لهم هم، بالنسبه للنجمه محاولات فرص، لكن الاهلي فيه فرص واضحه جدا النهارده ما اختبرش، دي حقيقه لا دي حقيقه. فهو بيتكلم الراجل بواقعيه شديده جدا، هو ياخد النهارده من النادي الاهلي دروب في الاستاد في هنا، اعتقد يا كابتن مكسب كبير ليه، يعني على الاقل ثقه على الاقل عوده في بدايه مشواره، لكن بواقعيه شديده جدا احنا ما نقدرش نتكلم غير ان عدم التوفيق النهارده وبعض من النقاط
السلبية اللي ممكن وقعت فيها اللعيبة في تركيز على المباراة هي اللي خرجتنا يا كابتن سيد بالنتيجة دي. انما خلال المباراة كابتن طارق خلال احنا اللي احنا بنروح احنا اللي بنروح احنا واصلين في 18 ولو في توفيق في فرص محاولات النادي الاهلي من 20 ل 22 فرصة على المرمى. كان النادي عنده ميزات في التحول من دفاع لهجوم سريع عشان نخلص بنهاء فرص. النهارده تلعب هجوم ضد دفاع، فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع. فاللي تقدر تتكلم فيها كبسات تقول ان انا من وجهه نظري عدم التوفيق بس بصراحه. طيب توقيت اللقاء يا كابتن كمان من عدم التوفيق، يعني توقيت اللقاء النهارده هو عدم توفيق نفسه. يعني انت جاي من مباراه في افتتاحيه بطوله عربيه بعد مباراه الاسماعيلي وبعد مباراه المصري، معلش ده نقطه اخيره يا كابتن سيد، انت عندك خمسه مهمين جدا النهارده مريحه ماتش الترجي. اه طبعا، ما انا بقول لك توقيت اللقاء، خلي بالك برضه يعني توقيت اللقاء هو عدم التوفيق اللي فيه، ان توقيت اللقاء دوت يعني لو اللقاء ده في وقت تاني انت هتلعب بحاجه تانيه وبطريقه تانيه وبدوافع تانيه وبشكل تاني. ما فيش شك في كده. احنا اتكلمنا على التغييرات سبعه مستر كالتيرون عاملها عن مباراه المصري. قلنا شريف اكرامي في حراسه المرمى، طبعا شريف ما راحتوش ولا كره تبقى واحده بس في الشوط الثاني، اتعامل معاهم كويس، اتعامل معاهم كويس، اتعامل معاك كويس. لا انا بتكلم انه يعني محاولات محاولات النجمه على شريف كانت يمكن في 90 دقيقه مره واحده، في ايمن اشرف، في نجيب، في هاني، فتحي طبعا في نص الملعب دي عاديه دخل، في مؤمن زكريا كان بقاله الماتش فات ما لعبش، احمد حمدي راجع، مروان محسن راجع، يعني تقريبا اللي بيلعبوا بصفه مستمره سعد سمير ووليد سليمان حسام عاشور احمد فتحي، واحيانا ايمن اشرف بينزل كبديل في بعض المباريات. احنا قلنا دي سلاح ذو حدين، يعني التوقيت اللي انت بتقول عليه انه عندنا مباراه الترجي بعد 3 4 ايام وقبليها مباراه المصري والاسماعيلي، المصري والاسماعيلي، وانت عايز تشوف الناس برضو، مستر كالتيرون عايز يشوف المجموعه اللي هو ما شافهاش، فتوقيت مع زي ما قلت لك يمكن قبل اللقاء احساس نسبي، احساس نسبي حتى لو انا شفت النجمه كويس في ماتشات، احساس نسبي ان هم اقل مننا بوضوح، يعني في مستوى ليها ومهما تقول هو لعيب كره. ايوه في احساس يعني، واكيد لو كانت المباراه دي مثلا ضد الترجي ما كانتش التغييرات دي كلها تتعمل، او ضد يعني اعتقد بس انا يعني بس في دوافع للعيبه دي. لا انا فاهم، هو انا في دوافع لعيبه النادي الاهلي اللي هي اللي تواجدت في التشكيله النهارده ان هي تثبت ان هي جديره ان هي تلعب اساسي. هم جديرين، والدليل على كده احنا قلنا يمكن الكابتن ربيع قال انه عدم التوفيق ده العامل الاولاني، احنا ما كسبناش، بس انا بقول ايه، ان في عناصر بتقدر تنهي واساسيه وخطورتها اكبر، لو ظروف المباراة دي غير دي كان ممكن ما يبقاش التبديلات دي كلها، ما كانش هيبقى السبع ثمان تغييرات دول مرة واحدة، هيبقى في ثبات، كان هيبقى في ثبات او على الاقل هيبقى تغييرين ثلاثة. فتوقيت اللي انت قلته انه جاي بعد مباراة المصري والاسماعيلي وبعديها مباراة الترجي بتاع ثلاث ايام، اضطر انه في خمس ست عناصر اساسية تقعد، تبديل بعض المراكز، ورغبته كمان هو ان هو عايز يشوف كل الناس وعايز يحكم عليها بشكل سليم 100%. اه طبعا، وعايز يشوف بعض الناس، كل دوت التوقيت في الـ الوقت المباراه يعني خلاه انه يلعب بهذا الشكل وهذا الاسلوب. ولكن مع ذلك احنا قلنا عدم التوفيق لان في فرص كثيره كانت ممكن تيجي، وانا الحاجه الثانيه اللي بقولها انه كان في استعجال وصربعه شويه، يا اما في اللمسه قبل الاخيره او في اللمسه الاخيره في انهاء الهجمه، سواء اللي بيعمل الكره العرضيه واحده لصلاح محسن في الاخر سهله جدا، ما هو دي من العصبيه والاستعجال، هو نازل في 6 7 دقائق وعايز يقول انا اهو، والكره عدت قدامه في 6 ياردة عدته، وفي اكتر من واحده، في واحده لمروان مشي بيها بالعرض جوه ال 18، حتى احنا قلنا هو ما شاطش ليه، مشي بالعرض وقاعد يمشي بالعرض لغايه خارج ال 18 خالص يعني، او بقى في صعب على نفسه الموضوع يعني. فالحاجتين دولت مع بعض اللعيبه اللي ما لعبتش برضه اللي ليها تاثير ما فيش شك في هذا، كل العوامل دي ادت للنتيجه. ونجم اللقاء اللي انا بعتبره عباس حسن اللي هو حارس مرمى النجم الثاني، الصراحه كان مميز جدا في كل الكرات اللي جات له يعني. طيب عندي بعض الاسماء كابتن طارق، يعني وليد سليمان واحد من العلامات المميزه جدا في فريق النادي الاهلي على مدار السبع ثمان سنين اللي فاتوا، يعني في احصائيه ليه، وقول لحضرتك برضو وليد سليمان قدام النجمه النهارده قدام النجمه اللبناني صنع لزملائه ثلاث فرص، اكتر لعيب عمل كرات عرضيه، عمل 15 كره عرضيه،
اكتر لعيب عمل كرات عرضيه صحيحه، هو عمل كرات عرضيه 15 لكن منها صحاح 6. اكتر لاعب عمل محاولات ناجحه 3، وده قليل مش كتير في بوزيشن وليد. اكتر لاعب قطع الكره من الخصم في الخط الامامي في الرباعي الامامي قطع 8. اكتر لاعب في الخط الامامي حصل على اخطاء 5. وليد طبعا من الواضح ان هو بيعتمد عليه مستر كالترون بشكل كبير جدا جدا، وهو اصبح من العناصر المؤثره في خط هجوم النادي الاهلي، وده شفناه لما غاب في ماتش الاسماعيلي قد ايه كان غيابه مؤثر، وشفناه لما جه ماتش المصري كان دخوله ليه تاثير بشكل كبير جدا على صعيد الخط الامامي. النهارده كونه ان هو الاحصائيات اللي انت حضرتك ذكرتها ديت في الاخر محتاجه مراوغات ناجحه، يعني مش محاولات، ده مراوغات ناجحه بالفعل. في الاخر محتاجه حتى التمويل بالنسبه لخط 18 اللي هي جوه ال 18، يعني الحاجات المؤثره داخل 6 يارده محتاجه اللعيب اللي هو يعمل فينش. فانا شايف ان وليد يعني ماشي بخطى ثابته في خط هجوم النادي الاهلي، الراجل يعني بيديله ثقه كبيره جدا جدا، ما بيخرجوش على الرغم ان احنا يعني مقتنعين ان وليد بيجي في وقت من الاوقات النواحي البدنيه عنده بيحتاج نوع من الراحه، لكن هو يعني في ثقه كبيره جدا، بيغير البوزيشن بتاعه، بيلعب السكند سترايكر، بيلعب على الاطراف، يعني عنده مرونه تكتيكيه تقدر تغير فيها بشكل كبير جدا. محتاج برضو وليد يكثف شغل اكتر كمان داخل منطقه العمليات اللي هي الحاجات المؤثره في استغلالها، خاصه لما انا بلجا لارسال الكرات العرضيه داخل منطقه ال 18 محتاج الكلام ده. لكن في مروان محتاج كميه مشاركه اكتر عشان يعود لمستواه بعد كاس العالم في مشاركته، ودي يمكن مشاركه يعني كان عدد ده قليل في ماتش الاسماعيلي، لكن صنع الفارق بالاسيست اللي عمله بالهدف. النهارده خد مباراه كامله، لا اللي شوف مروان عنده احسن من كده بكتير. لما بيفوق مروان انت تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا، خاصه في عمليه التهديف. مروان كان فيه ماتشات كتيره جدا المواقف اللي ذكرها اسامه دي كان بيحلها، لكن النهارده تحس ان هو بيبعد عن منطقه الست يارده في كورتين النهارده، دي قرار سترايكر، يعني القرار بتاعه الشخصي ان هو يصنع فيه الفارق، مهارته هي الشخصيه اللي يصنع بيها الفارق. النهارده تحس ان هو بيخرج بره الصندوق، محتاج تكرار مشاركه. مؤمن محتاج يعني ان يقعد مع نفسه بشكل كبير جدا، لان مؤمن عنده احسن من كده بكتير. الناس هو بيغطس شويه كده وبيرجع. قصدي الناس اللي زي ديت انت محتاج عمليه تفويق على اساس كل العناصر عندك تكون جاهزه. صحيح. على اساس انت ما تلجاش لضغط اللعيبه الاساسيه. النهارده هو الهدف ان يريح ازارو، يريح كولوبالي، ويريح معلول، على اساس اولا يعمل تدوير ويكسب لاعبين يكتسبهم. النهارده انا شايف المكسب الوحيد هو فورمه المباريات، لياقه المباريات لبعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا بعاد، لكن انت محتاج كمان تبقى عندك جاهزيه اكتر للاعبين اللي هم بدا بيها النهارده، على اساس يبقوا جاهزين لاي غيابات ممكن تحصل. النهارده برضو لما اتكلمنا على تواجد احمد فتحي في منطقه نص الملعب، قد يكون سيناريو بيعده عشان ماتش الترجي. هو بالفعل كده، واخد بالك، عشان يقفل الماتش، واحمد فتحي عنده بنود تكتيكيه بيستطيع يلعب البوزيشن ده بشكل كويس جدا، هو بيحاول يقرا يشوف الكلام ده كله. على العموم يعني على الرغم من النهارده الاهلي ما حققش الفوز، ان هو كان قريب جدا جدا لتحقيق يعني الفوز، وده كان هدف رئيسي، لكن انا شايف ان المباراه الثانيه في لبنان على الرغم ان هي بتتلعب على ملعب الخصم، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي يتجاوزها بشكل كويس يعني. طيب. في العوده ان شاء الله. كابتن ربيع، يمكن النهارده في ايجابيات برضو طبعا، منها على سبيل المثال مثلا وجود شريف اكرامي، لما يكون عندك ثلاث حراس في مرمى للمرمى في فريق واحد ده شيء ايجابي جدا، لما يكون عندك محمد الشناوي لاعب منتخب مصر، شريف اكرامي لاعب منتخب مصر، علي لطفي خامه مميزه جدا جدا، فبتطمن المدير الفني او اي مدير فني. اثنين محمد نجيب صحيح، تمام، يعني انت مرتاح، وكلوبالي مش موجود، ايمن اشرف مش موجود، سعد سمير، وهو محمد نجيب كده على طول، انا بحبه جدا جدا، بحبه جدا عليه. جدا عندك وليد سليمان حفاظ على المستوى، ايمن اشرف، تشرك احمد حمدي بعد فتره، مروان برضو بكام بعيد، احمد فتحي في نفس المكان ده، واحمد حمدي محسن. اوكي، دي كلها مكاسب، مش شرط النهارده اذا ما كانش في توفيق في النتيجه، في توفيق ان انا اكسب اكتر من لعيب. خلي بالك ثبات التشكيل بيوجد ايجابيه اكتر، وتروح تكسب بيه انت الفتره اللي فاتت عشان عندك الراس حربه الصريح النادي اللي هو ازارو،
انت بتريح ازارو النهارده وبتكسب مروان محسن وبتلعبه وبتدخله صلاح محسن اثنين، دي حقيقه ثبات تشكيل. كان اجاي موجود ده مصابه بره، كان عندك ثبات تشكيل في السوليه موجود كان بيزيد وبيروح وده بيجيب التصويب على المرمى يا كابتن، حاجات كتيره جدا. مكسب النهارده ما كانش فيه اهداف، انما في النهارده الراجل برضه عمل حاجه مش وحشه. انا من وجهه نظري انا جرى انه يلعب اكتر من لعيب، انه يجهز اكتر من لعيب، انه يفكر. اي مدير فني في موقفه الله يكون في عونه ليه، النهارده عنده مباراه لازم يكسبها وعنده يوم الجمعه مباراه ولازم يكسبها، فالطبيعي جدا ان يشرك عدد كبير جدا يحسب. وفي نفس الوقت الاهلي ما قصرش او اللعيبه ما قصرش، في بعيد لعيبه بعيده عن الفورمه، الفورمه لمروان، الفورمه لصلاح محسن، الفورمه لايمن اشرف، الفورمه هتيجي بعدين، واحنا لعيبه كره عارفين يا كابتن باشتراك المباريات وعدد كبير جدا. فده يمكن اللي فرق النهارده، ان نشارك ناس جديده لاول مره بعاد شويه، عشان كده التسجيل كان صعب. لكن بقول لو كان ازارو موجود كان وصل النهارده، ازارو رجليه في الملعب هو اللي بيعتمد عليه هجوم النادي الاهلي، محارب برضه كان بديل جيد جدا وبينزل يغير لك الموقف في اي مباراه بعيد مصاب. فالاقصده ان انت كسبت اكتر من لعيب شريف اكرام، اضافه قويه جدا النهارده نجيب وغيره وغيره وغيره، معرفتك كسبت معرفتك باللعيبه وامكانياتهم وقدراتهم وتواجدهم دي حاجه فورمه زي ما قال الكابتن طارق، والقادم باذن الله يكون احسن وافضل ان شاء الله. طيب لكل مدير فني اولويات في التفكير، يعني البطوله العربيه، البطوله الافريقيه، البطوله المحليه، بيبقى مرتبهم كده اولوياتي رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا، رقم ثلاثه كذا، اوكي؟ البطوله العربيه في بدايتها ممكن تكون تاخد نسبه معينه عند كارتينو، لكن كابتن اسامه عربي ايه اللي ممكن يتعمل بكره؟ ايه التفكير اللي ممكن يتعمل بكره؟ وايه التحضير اللي ممكن يتعمل بكره؟ احنا مسافرين بعد بكره. يعني بعد بكره المنتخب او اسف الاهلي مسافر على طول لتونس. ايه اللي ممكن الكلام يتقال فيه بكره كابتن اسامه؟ خلاص. ان اكيد نقفل الصفحه ديت، صفحه البطوله العربيه، احنا داخلين في بطوله مهمه جدا اللي هي بطوله البطوله الافريقيه اللي هي الاساس بالنسبه للنادي الاهلي، لانها معترف بها دوليا. احنا قلنا البطوله العربيه مهمه جدا جدا جدا، والجوائز الماليه كبيره جدا جدا جدا، وبقت مطمع لاي فرقه. ف اكيد هيقول كده هنقفل الصفحه ديت، واحنا عندنا ماتش مهم جدا مع الترجي، لانه انت لسه مباراه العوده 27 سبتمبر، يعني اكتر من شهر تقريبا شهر ونص او اكتر كمان فلسه موضوع في تفكير. خلاص دي صفحه اتقفلت النهارده، هيشوف بعض الاخطاء او بعض التوجيهات للاعبته اذا كان هو ليه راي في حاجات معينه. اكيد بعض اللعيبه ما اعرفش، انا بقى طبعا حسب ما هو بيشوف البرنامج بتاعه، ممكن في حد مجموعه من الناس دي بتتمرن، لو هو شارك في حاجه يعني جزء بسيط من المباراه، لو هو هيسافر ممكن هو يدي راحه، انا دي ما اعرفهاش، دي تجهيزات خاصه طبعا. بكره في تمرين طبعا، انا بقول لك دي تجهيزات خاصه بالجهاز الفني طبعا، انا ما كل واحد ليه وجهه نظر فيها، لكن زي ما انا قلت لك كل التفكير من بكره انا متاكد انه هيبتدي الكلام على خلاص مباراه الافريقي، مباراه الترجي، لانك انت هناك هتحقق النتيجه، انت خلاص رسمي انت والترجي خلاص ان شاء الله يعني. فا اكيد هو ده الكلام اللي هيدور، انه نقفل وننسى مباراه النجمه بحلوها ومرها، وزي ما انت قلت وزي ما كابتن ربيع قال وطارق وكل يعني كل الناس اللي موجوده في الاستوديو، انه الراجل ابتدى يتعرف خلاص على كل الناس في مباريات رسميه. يعني هو حتى في بعض الناس شافهم في التدريب، شافهم في مباريات وديه، لكن هو رسمي ابتدى يحط ايده على تقريبا كل الناس لعبوا معاه دلوقتي، يمكن ناقص بس يمكن اكرم توفيق ولا احمد الشيخ اللي كان على قمه انذار وبعدين دخل. فهيبتدي بقى قراره في مين اللي هيتأيد في الناقص في البطوله الافريقيه. طب خليني اقول لك مين اللي ممكن مين اللي ما شافوش لحد دلوقتي؟ هو باقى خلاص يعني باقى لا باقى ما خلاص نهائي ان هو مش موجود يعني. اكرم توفيق، احمد الشيخ بس اللي ما شافوش. اكرم توفيق، اكرم توفيق ما شافوش، يبقى كده اتنين. اكرم توفيق تمام، نتفيد. يعني شريف نيدفيد تاني ما لعبش، نيدفيد ما تشافش. محمد الشناوي يعني خلاص بقى علي لطفي، لا بتكلم على اللعيبه دلوقتي. صبر الرحيل برضو واحد، وصبر الرحيل مين تاني؟ هم تقريبا دول بس. كريم نيدفيد اتنين، اكرم توفيق ثلاثه، واحمد الشيخ حوالي اربع لعيبه بس، لكن الباقي كله وهيجي لهم ماتش ولا دوري. لا ده احنا دوري والبطوله العربيه والبطوله الافريقيه كتير يعني، انت محتاج جيش جاهز. يحسب له العدد كله في ثلاث مباريات رسميه، اثنين دوري
برافو عليك صراحه كابتن ربيع. احنا اتنين افريقيا واتنين دوري وخمسه. وجهه نظري ان عمل النهارده ايفار وعمل شيء جديد جدا وعمل شغل يشكر عليه. يا كابتن ربيع انت تفتكر احنا بدايات يعني في الثمانينات لما احنا كنا بنلعب كانت بطوله الدوري وافريقيا وكاس، لا كان في سوبر ولا كان في بطوله عربيه ولا كي، ومع ذلك كنا بنبقى مقيدين 30 لعيب وكل الناس بتلعب وبتدور. ده دلوقتي زحمه المباريات في لعيبه كانت بتقول لك احنا ريحنا ونبي شويه مش قادرين نلعب. عندك مباريات كتير ضغوط كتير على فكل الناس هيجي لها فرص. يعني عايز اقول لك، عايز اقول لك كام لاعب في خمس مباريات بس؟ تمام 23 لاعب. وده عدد كويس يعني، طبعًا عدد كبير جدا. عدد كبير عدد كبير جدا في حساب له طبعا. ليه؟ لان انت فاتح على اصعده كتيره. في افريقيا فاتح، في الدوري فاتح، في البطوله العربيه فاتح، فانت محتاج انك تعمل عمليه التدوير. لكن انا كنت بنظر ان النهارده على الرغم طبعا يعني ان تحقيق الفوز فوز معنوي قبل مباراه كبيره قبل الترفيه، انك تدي ثقة للاعبين انك رايح كسبان لعيبة الجداد كسبتها وكسبت بها مباراة زي مباراة النجمة النهاردة، قطعت شوط كبير جدا في الترشح في البطولة العربية. لكن طبعا زي ما قال اسامة ان ده اغلاق لبطولة خدت منها الهدف، وان كان طبعا كان الفوز هو الهدف الرئيسي، لكن تجهيز برضو بعض اللاعبين ده مهم جدا جدا في دخولهم مع اللعيبه الاساسيه. مباراه الترجي لابد انك تاخد حيز كبير جدا من الاهتمام. النهارده شاف احمد فتحي ان هو البديل اعتقد الرئيسي في البوزيشن ده، ممكن ان يستعين به بشكل كبير جدا. فكل التفكير اعتقد في الفتره اللي جايه ديت على مباراه الترجي، لان مباراه الترجي ديت هو زي ما قال اسامه ان هما الاثنين يعني مباراه ترشح للدوري على الاول. انت بتلعب على المباراه دي على الاول، مين يصعد اول؟ لو الاهلي كسب يبقى 100% هيطلع اول، لو الاهلي تعادل او لا قدر الله خسر يبقى الترجي هو اللي. وخاصه احنا شفنا الترجي في مباراه الاتحاد يعني الترجي برضه بيمر بظروف اعتقد فيها عدم يعني ثبات في مستواه، مش الترجي اللي اصبح المخيف على الملعب. لكن يبقى فرقه كبيره جدا جدا في ملعبها، عندها جمهور كبير جدا، من الفرق اللي دايما بتخش في المنافسات. بس بتعرف لعبها يعني، الاهلي كمان بيعرف يلعبها كويس قوي. عندي نقطتين قبل ما اختم يا كابتن ربيع، كابتن اسامه، كابتن طارق. كابتن النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان احنا بقالنا فتره بنحاول نعالج قفه تضييع الفرص، هنوجد لها حل، هنوجد لها حل. وده شفناه في مباراه الاسماعيلي، شفناه حتى في مباراه تاون شيب هنا اللي كانت على نفس ملعب النهارده برج العرب، شفناها حتى في مباراه المصري، شفناها في مباراه الاسماعيلي زي ما قلت، شفناها النهارده يعني. بص، الاول انا بحيي يعني المدير الفني بصراحه على فكره وشغله وتحضيره، ويعني يطمننا يعني حاجه جميله جدا، وانه عنده جرأه غير عاديه وادى فرصه للجميع عشان وعمليه التدوير ماشيه بطريق مثالي النهارده. بس عدم التوفيق هو اللي ما خلاش نجيب اهداف. اكيد يا كابتن من السلبيات اللي اشتغل عليها هو التحضير، ازاي ان انا ازاي اركز، ازاي اسجل هدف، ازاي تجيلي فرصه، ازاي اعمل مسافه، ازاي النهارده يبقى عامل انتشار جيد. احنا الانتشار النهارده في ال 18 لو كان بطريقه جيده ومثاليه كان ممكن يسجل اكتر من هدف. كل ده هيشتغل عليه سلبيات، اكيد الايجابيات والسلبيات بقى الهجوميه اللي هو في الثلث الاخير، ازاي ان احنا بقى التكتل الدفاع ده، ازاي كروسات، ازاي حاجات كتيره جدا اعتقد انه هيشتغل فيها بالنسبه لماتش الترجي. وبعد عوده السبعه ثمان نجوم باذن الله تعالى كل الامور هتبقى سهله ان شاء الله ونكسب باذن الله تعالى. طيب كابتن اسامه، اربع اسماء هنختارهم، منهم اثنين للقائمه الافريقيه. تختار اثنين خلاص، القائمة الأفريقية آخرها يوم 15 اللي هو بعد بكرة الساعة 12 بالليل، والأهلي هيكون سافر أساسا. فمليار في المية في بكرة آخر ميعاد هيختار فيه كارترون وكابتن محمد يوسف والجهاز الفني الاثنين، في أكرم توفيق، في ناصر ماهر، في محمد شريف، في أحمد الشيخ. هم الأربع أسماء اللي فاضلين موجودين في قائمة الأهلي المحلية، هيختاروا منهم اثنين. مبدئيا ناصر ماهر، لانه المكان دوت لحد ما بعد يعني عم عبد الله مشي وكده لسه النادي الاهلي ما وقفش على حد في المكان ده بالظبط. فناصر ماهر اقرب واحد ممكن مع الوقت، رغم ان هو لازم يتخلص من حاجات معينه، بس انا عارف ان هو اكتسب خبرات مع سموحه، في تطوير هيحصل له، هيحصل تطوير طبعا. هي هتبقى متوقفه. اكرم توفيق لعيب كويس، وانا شايف انه لا، انا لسه ما قلتش انه اكرم، بس انا بقول لك اكرم كويس، ولكن قلنا في مكانه سجل ما تخافش. لا ما اقصدش، انا بقول لك اكرم توفيق لعيب كويس، وانت فاكر ان في الوقت اللي انت كنت فيه وانا موجود فيه مصرين ان هو يجي، صح؟ مصرين ان هو يجي، وهو لعيب كويس فعلا، ولسه ما خدش فرصه حقيقيه في النادي الاهلي. بس دلوقتي موجود حسام عاشور، موجود السوليه، موجود هشام محمد، موجود احمد فتحي ممكن يلعب في المكان ده.
فهتبقى مؤجلة، لكن ممكن هتبقى بين محمد شريف وأحمد الشيخ. محمد شريف نزل مباراة الإسماعيلي وجاب هدف تعادل ما شفناهوش بعد كده، ودي برضو يعني علامة مستغربة شوية. أحمد الشيخ كان برا وكان محطوط في القوائم الانتظار ودخل. أحمد الشيخ خبرته كبيرة، أحمد الشيخ كان مع المقاصة هايل مع النادي الأهلي، يمكن ما ظهرش بالمستوى المفروض يكون على أحمد الشيخ أحمد الشيخ، لكن أنا أتصور أن أحمد الشيخ ممكن يكون أقرب مع ناصر ماهر من وجهة نظري. يعني تتصور لعيب ما بيلعبش طول اربع في الاربع مباريات؟ لا انا مش بقول هو، لا انا ما اقصدش على تفكير مستر كالترون، ممكن احط اكرم وشريف، ممكن احط اكرم والشيخ. انا طبعا إن انا بقول انا وجهه نظري، انا هقول وجهه نظري التحليليه، انا بحلل ناصر ماهر، احلل الموقف احلل الموقف النهارده، اقول ان هو الراجل خلاص اختار ناصر ماهر ومحمد شريف، اختار الراجل كده خلاص. طب انا عارف ان هو لو بيفكر في اكرم توفيق كان حاطه النهارده، كان حاطه النهارده، ولو بيفكر في احمد الشيخ تمام كان ممكن برضه يحط طبعا. لا انا اتكلمت على وجهه نظري انا، لكن انا رايي حضرتك انا عارف انه اقرب اتنين ناصر ماهر ومحمد شريف. لو هو بيفكر في اكرم عشان نشوفه كلاعب النهارده، انا بقول حاجه كان ممكن لو هو هم اقرب اتنين بالنسبه لوجهه نظري. محمد شريف في ماتش الاسماعيلي وسجل نزل جاب جون ده معنى قريب جدا بالاضافه لاحتياجاتي. ايه الاماكن اللي انا محتاجها في لو محمد شريف لعيب كويس؟ هو لعب مع الراجل كمان. محمد شريف عنده مرونه تكتيكيه، يعني بيلعب سترايكر وبيلعب على الطرفين يمين وشمال بشكل كبير جدا، ممكن يلعب ساكن سترايكر كمان، يعني انا قصدي عنده الميزه السرعه عنده الذين جنبه في الاربع اماكن الاماميه ممكن يحل لي بشكل كبير جدا جدا. انا كنت يعني بتصور ان بعد ماتش الاسماعيلي زي ناصر كده ياخد وقت اكبر كده كمان على اساس ان يعمل له ثبات ويعليه في المستوى، لان هو جاي وبيسمع عايز على الاقل على مستوى البدلة. لما تحب تستعين بواحد يقدر يحللك ويزود لك القدرات الهجوميه زي ما عمل ويقدر يعمل لك الفارق، هو ممكن محمد الشريف. انا قصدي يعني يتيح له الفرصه اكتر من كده في الوقت. صلاح محسن يتيح له الفرصه اكتر من كده في الوقت، لان الولاد دول يعني محتاجين انك تجهزهم على صعيد اللياقه البدنيه والثقه داخل الملعب. فمش حي مش حت مش هتاخد منهم الا لما تدي لهم وقت اكتر من كده كمان. زي ما اعطيت لنصر اشرح اللي بيقوله كابتن طارق، لان مهم جدا. يعني اللعيب الصغير اللي عنده مهارات او عنده شخصيه او عنده قدرات، كابتن اسامه كابتن ربيع وانتوا سيدو عارفين طبعا، بيبقى محتاج مواقف لعب كثيره يجربها ويمر بيها، مواقف لعب وصبر عليه، مواقف لعب. فانت بتديله. لكن انا استشف او استنتج ان الراجل ده عنده ثقه جامده جدا في محمد شريف، جامده جدا. هو مرنه في دجله والله، كان معاه في دجله بس كان لسه ما طلعش تقريبا. لا كان معاه والله. كان ده من 3 سنين. ايوه ما مش عارف بس مرنه دليل انه موجود يا كابتن، انه موجود على حساب لعيبه قديمه وموجوده، انه موجود النهارده بيقول قبل كده دليل انه بيثق فيه وموجود. اوكي يبقى غدا لنظره لقريب. لا هم ليس موعدكم الصبح؟ لا الصبح هنعرف كل حاجه. لا هو دول اقرب اتنين فعلا. كابتن ربيع كابتن اسامه كابتن طارق، عندنا كل واحد في حضرتك يقول حاجه عايز يقولها او وجهه نظر معينه قبل ما نختم. ده سؤال معتاد في كل مره. شكرا للمدير الفني وشكرا للعيبه على المجهود بتاع النهارده. مفيش توفيق ان شاء الله، بتمنى لكم كل التوفيق باذن الله، وفي انتظاركم ترجعوا منصورين في ماتش الترجي بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. كابتن اسامه، بقول لجماهير النادي الاهلي ما يزعلوش، هارد لك. النادي الاهلي عمل مباراه جيده، يمكن بس كان ناقص التهديف، فبرضه هارد لك للجهاز الفني واللاعبين وعملوا اللي عليهم، وان شاء الله يعوضوا في مباراة مبدئية للترجي، ثم مباراة النجمة تفكير لسه عندنا شهر ونص في وقت، يعني هنبقى نفكر فيها. كابتن طارق، يعني كالعادة منتظرين من النادي الاهلي ان شاء الله في مباراة الترجي يعني نتيجة ايجابية ان شاء الله، عشان يسعد جماهير ويترشح ان شاء الله للبطولة الاهم في تاريخ النادي الاهلي، البطولة الافريقية. طيب مش باقي خالص غير ان احنا نختم. كابتن ربيع شرفتني ونورتني. شكرا كابتن. معانا مع بعض في يوم الخميس ان شاء الله. الخميس ان شاء الله. شهر رحمن خلاص، اديني مستحقاتي ولا مش اديني مستحقاتي؟ شلت الخصم كله بس تعالى بس. مفيش خصم. مفيش خصم؟ انا طيب وبحبه فهشيل الخصم. وانا والله كمان بحبك جدا. شكرا كابتن. كابتن اسامه منورنا وشرفتنا ومستنينك يوم الخميس. كابتن ربيع مش عايز هداف، مش عايز هداف. كابتن اسامه ده اخويا بيقول لي بقاله كتير قوي انا ما بروحش. كابتن كمان يشرف في دعوه. كابتن طارق يشرف وكابتن اسامه يشرفوا ازاي؟ نمتون نرجع ان شاء الله. شرفتنا كابتن. الله يخليك يا استاذ. شكرا. خلاص في مباراه كالمعتاد، الاهلي يقول لك ليه اصعد من هنا لما ممكن اصعد من هناك؟ شعار الاهلي دايما في البطولات العربيه والبطولات الافريقيه. كل التوفيق لتيم النادي الاهلي اللي مسافر بعد بكره ان شاء الله الرحمن لمواجهه الترجي التونسي يوم 17 يوم الجمعه في دوري المجموعات. خليكم عندكم ثقه دايما في فريقكم، وان شاء الله الرحمن الاهلي
صاعد لدور ال 16 في البطولة العربية. بكرة إن شاء الله الرحمن على خير هنتقابل مع بعض الساعة 11 بعد فعاليات الدوري العام بإذن الله، وهيبقى لنا حلقة يوم الأربع مهمة جدا 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 شعارها اللي اختشوا ماتوا، بس بكرة هنتكلم في موضوعات الدوري الممتاز، ويوم الأربع على خير معايا ومعاكم في ملعب الأهلي.